نهار جديد نبداو برفقتكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم اسرتي على القناه الاولى. مرحبا بكم فيما كنتم متابعينا وجد سعاده نشارككم الحديث في مجموعه من المواضيع اللي كتشكل جزء مهم من حياتنا اليوميه. اليوم نتكلموا ثقافه، نتكلموا قانون، نتكلموا على صحتنا او راحتنا النفسيه وايضا موضه. ما عليكم الا تابعونا وتفاعلوا معنا عبر صفحات الاولى على فيسبوك وانستغرام لتظهر لكم اسفل الشاشه. ترافقني في حلقه اليوم الاستاذه إلهام حبيب الله، محاميه بهيئه الدار البيضاء. مرحبا استاذه. مرحبا زينب، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. وتكلم بعدا جمعك وترافقني أيضا الأستاذة نبيلة بن وحود، الأستاذة في التواصل والمدربة المعتمدة في التنمية الذاتية. مرحبا أستاذة. أهلا زينب. لاباس؟ كلشي مزيان برفقتك؟ من دابا شوية غادي نتكلموا فقرة راحة البال على الناس اللي تيلوموا راسهم زيادة على اللزوم أو ما يعرف بجلد الذات. غادي نتكلموا في موضة على الأشياء أو الضروريات اللي خصهم يكونوا عند النساء فيما يتعلق بالعمل. أما فقرتنا الثقافية فمن خلالها اليوم غادي نتعرفوا على فرقة شابة للقرع على الطبول. ما عليكم إلا تتابعونا حتى النهاية الحلقة. بداية حلقتنا غادي تكون فقرة استشارات قانونية، واليوم نخصوها باش نتكلموا على ما يعرف بالتطليق للغيبة. مجموعة من تساؤلات جاوبنا عليها الأستاذة إلهام حبيب الله، محامية بهيئة الدار البيضاء واستشارات قانونية. أستاذة إلهام حبيب الله، كنت معه كثير بالتطليق للغيبة، ولكن شنو هو في بداية فقرتنا؟ بالنسبة لتطليق الغيبة خصنا نعرفوا بعد كاين واحد الحاجة مهمة، هو أن هذه المسطرة هي مخولة فقط للزوجة. أيه. ماشي للزوج، يعني الزوج ما عندوش الحق يدير شي مسطرة سميتها تطليق للغيبة. كاين مجموعة من المساطر ديال التطليق اللي الصغير يقدر يديرها. هذه المسطرة ديال التطليق للغيبة كتلتاجئ بها للزوجة فقط. للزوجة فقط كتلتاجئ لها مني كيحصل لها واحد الضرر من الغيبة ديال الزوج ديالها، على الشرط أن هذه الغيبة هذه تكون كتفوق السنة وما فوق، يعني إلا غاب عليها ومني كنقولوا عام أكثر، إلا كان غايب عليها شهر شهرين ثلاث شهور أربع شهور هنا الدعوة ما كتقبلش نهائيا، فخاصة تعرف بأن المسطرة ديالها ما يمكن لهاش تقبل إلا بعد ما يثبت بأن هذا السيد الغياب ديالو فاق السنة. كتقدم هي بهذه المسطرة هذه من أجل الحصول على هذا التطليق للغيبة. للغيبة هو تطليق يسمح، نوع من التطليق اللي كيتسمح به فقط للزوج للزوجة. ما بعد غياب الزوج لمدة سنة أو أكثر، ماشي أقل. هذه هي الحالات اللي ممكن أنها تلجأ فيها الزوجة لتطليق للغيبة. واش تطليق للغيبة أستاذة إلهام حبيب الله في أنواع؟ نعم، وهذا السؤال مهم حيت بزاف الناس كيسحب لهم بأن راه التطليق للغيبة كاين غير هذاك اللي الزوجة غاب عليها الراجل عام صافي. كاين التطليق للغيبة اللي كاين الزوج معروف العنوان، حيت نورمالمون ملي كنديروا ملي كنسمعوا غير هذه الكلمه ديال التطليق للغيبه يعني الراجل ما كاينش نهائيا. فالنوع الاول اللي كاين في التطليق للغيبه هو ان هذا الزوج كيغيب على الزوجه ولكن هي عارفه العنوان ديالو. إذن هنايا كدير المسطره ديالها وكدير لها يعني كتعنونها بالتطليق للغيبه. علاش حنا غنقولوا علاش بالضبط دايره التطليق للغيبه؟ فهنا كدير هذه المسطره هذه وكيتبلغ الزوج باش بالمسطره يعني بالمقال اللي فيه راه هذه الزوجه هذه راه باغا تطلق منك للغيبه حيت انت غايب عليها ما كتعطاش حقوقها لا الماديه ولا المعنويه. فهنايا الزوج كيتبلغ، حنا قلنا معروف العنوان، كيتبلغ بهذا المسطره وتيعرف بان عنده النهار الفلاني عنده هذه الجلسه الفلان فلانيه. ما تيجيش هي دابا ولا عندها ما يفيد التوصل بان هذا السيد راه مدعيه مراته على تطليق الغيبه ولكن هو ما تيحضرش الجلسه. فهنا ملي ما تيحضرش مثلا هنا المرأة الزوجة عندها الحق تكمل المسطرة من أجل تطليق للغيبة. هنا مني كيحضر فحاجة أخرى ديك الساعة واش غادي تستمر هي مسطرة تطليق هنا خصها تحولها ما غتبقاش للغيبة غتولي حاجة أخرى مثلا تطليق للضرر أو لا تطليق للشقاق أو لا مني تيجي تتصالحوا كتصالحوا الأمور بيناتهم ما كيبقاش طلاق. في حالة هاد السيد هذا ما معروفش العنوان ديالو ما بعد سنه من الغياب ما بعد سنة. وهذا هو الشائع في المسطره ديال التطليق للغيبه. اول حاجه خصها ديرها هذه الزوجه هذه هو ما يفيد التطليق للغيبه. شنو هو؟ هو موجب الغيبه. فيستحيل ان هاد المراه هذه تكون باغا تطلق الزوج ديالها للغيبه وهي ما عندهاش وما عندهاش إثبات. ما الاثبات شنو هو الاثبات؟ هو موجب الغيبه. هاد موجب الغيبه هو واحد الورقه
كتصوب عند العدول اللي فيها 12 شاهد اللي كيتبتوا بان هذا السيد هذا راه غايب، كيعرفوا بان هذا السيد راه غايب على الزوجه ديالو لمده سنه وما اكثر. واخا خلينا نحلوا القوس هنا وسادة إلها محمد. نعم. الله فيما يتعلق بالشهود اللي غيمشوا مع اهل العدول، شكون اللي مسموح بهم يشهدوا؟ جيران، المعارف، واش ممكن من اهلها، واش ممكن من اهله، او لا كاينين اشخاص شهادتهم غير مقبوله؟ لا، كاع الناس الشهاده ديالهم مقبوله في حدود انهم يكونوا كيعرفوا هذا السيد هذا. حتى امها تقدر تشهد؟ ما غايقولوش راه كاين المصلحه. لا لا لا، ما كاينش امها، باها، والدين هاد الزوج هذا بعد مرات، الاصدقاء، الجيران، يعني معارف العمل، معارف العمل، المعارف اللي كيعرفوهم 12 شخص اللي يكون غير هو قضيه الام. يعني هنا كنهضروا في الانثى، هنا راه كاين واحد الاشكال كبير عند العدول. فما باقيين ما تيتقبلوش الشهاده في اللفيف ديال المراه، علما بان دابا راه حنا ولات عندنا كنلقاو عدول يعني مراه. ولكن يعني كاين واحد التناقض غريب جدا، عدول مراه ولا تتلقى شهاده امراه. وكنظن بان هذه خطه العداله ديال العدول، راه هما سايرين تيحاولوا ما امكن باش يقادوا هذه الوضعيه هذه باش يتم تلقي الشهاده من امراه. فالمعروف هو ان اللفيف تيكون فيه شهاده ديال الذكور، كيتسمى لفيف عدلي، اللي كتكون فيه الشهاده ديالهم، كيقولوا بان هذا السيد راه غايب على الزوجه ديالو، عمرنا ما شفناه 12 شهر وما اكثر، اي سنه وما اكثر. اذا هنا عندنا، هنا غندخلوا في الانواع وفي نفس الوقت المسطره. غادي احنا انواع مسطره مثلا ملي السيده او ملي هذه الزوجه غادا دير تطليق للغيبه وهي عارفه عنوان الزوج، شنو هما المساطر اللي غتقوم بها؟ الا كانت عارفه العنوان ديال الزوج فهنايا المسطره سهله، كتقدم بالمقال، كتسحب الاستدعاء، كتبلغوا، كيرجع الاستدعاء يعني شهاده التسليم بانه توصل او لا ارفض. هنايا رفض او لا توصل بحال، لان الرفض في نظر القانون راه هو توصل، غير غادي يكون فيه الاجل القانوني اللي هو 10 ايام قبل الجلسه. أيه. هنايا المحكمه كتقول بالنسبه له هو راه عرف علاش مدعي تطليق للغيبه، ما جاش ما دافعش على راسه، فكتتم المسطره. في حاله كيف ما قلت لك، الى حضر الى جا كنتحاولوا لنوع اخر من كنشوفوا شنو هاد السيده شنو بغات دير. بالنسبه قلنا للتطليق للغيبه اللي معروف اللي هو خاصو يكون فيه اول شرط من الشروط باش لاثبات يعني الشكل بعدك باش يتقبل، باش ما يكونش فيه عدم القبول شكلا، هو موجب الضرر. ها احنا عندنا موجب الغيبه، ها احنا عندنا موجب الغيبه، ها احنا عندنا المقال، كدفعوا السيده للمحكمه ثم تثبت الصفه. اش كيجيك هذا السيد الزوج ديالك؟ اذا عقد الزواج. عندك معاه وليدات؟ اذا النسخ ديال العقد الزياد اللي كتثبت بان راه عندك معاه وليدات. كتقدم هذه السيده بالمقال ديالها. هنا الزوجه دارت الموجب ديال الغيبه، ولكن المحكمه هل تكتفي بهذاك الموجب باش كتحكم ليها بالغيبه؟ لا، خاصها اثباتات اخرى، خاصها هي تاهي المحكمه تكون القناعه ديالها. باش كتكون القناعه ديالها؟ كتبدا معاك من الاول، الاجراءات الاوليه اللي هي شناهي؟ اي مقال كيتبلغ عن طريق العاديه، عن طريق المفوض القضائي، كنبلغوا، كيجينا شهاده التسليم. في علاش كنبلغوا؟ على حسب العنوان اللي معروف فيه في بيت الزوجيه، او لا في العنوان اللي كاين في عقد التعريف الوطنيه، او لا في العقد ديال الزواج، او لا عند والدي. كترجع لينا هذيك شهاده التسليم، المفروض انها ترجع بان هذا السيد ما كاينش، لا يتواجد بهذا العنوان. المحكمه هنا لا تكتفي بهذا الرد هذا، كتمشي عاوتاني بالبريد المضمون افيك لا كيجي ريسبسيون، ديك الورقه اللي هي اللي كتكون خاصها تصيفطها هذا المدعيه يعني الزوجه، وترجع ليها حتى هي بان راه السيد غير مطلوب. ولا تكتفي لحد الساعه، راه باقي ما المحكمه ما كوناتش القناعه ديالها. شنو كدير؟ كدير واحد المسطره ما يسمى بمسطره القيم، بمعنى ان واحد المصلحه خاصه كتكون في المحكمه هي اللي كتباشر هذه العمليه ديال التبليغ. كيفاش كتباشرها؟ اذا كان هذاك العنوان خاضع ديال هذا الزوج هذا خاضع للمدار الحضري، يعني الشرطه كيتصيفط للشرطه القضائيه اللي كيتم البحث عليه عن طريق الشرطه القضائيه، او لا الا كان داخل خارج المدار الحضري عن طريق الدرك، عن طريق الدرك بمساعده اعوان السلطه بطبيعه الحال، باش كيكون واحد البحث
عميق على هذا السيد باش المحكمه، لان هذا راه ما كنهضروش حنا على شي مسطره باش مفاجات وباش كل واحد فرص جميع الفرص تماما، وحيت خاصنا نعرفوا بان من غادي يصدر الحكم بالتطليق راه ما فيهش الرجوع، ما كاينش غادي من غادي يبان الزوج يقول لا حقا انا راه غير ما تبلطش وما في خبارش، لا المحكمه كتمشي معاه حتى الاخر، يعني جميع المساطر القانونيه اللي ممكن ليها الدار خاصها الدار كيتم هذاك البحث. حنا نبقاو غاديين دائما على اساس ان السيد راه ما كاينش. شنو كيوقع مني كي هاد القيم هذا كيصيفط هاد الملف ديالو للشرطه، تيجي التقرير المقرر من عند هاد الشرطه هذه اللي كتقول بانه رقمنا بالبحث ولم يتم العثور على هاد السيد هذا. اذا هنا تمت الاجراءات المسطريه، كيبقى اجراء اخر وهو الاعلان في الاذاعه الوطنيه حد الساعه راه باقي يلاه احنا غادي نكتبوا فرصه ان هاد السيد يبان تماما. اذا هنايا الزوجه هي مجبره انها دير واحد المسطره ديال الاعلان على المسطره ديالها في اذاعه وطنيه لمده 3 مرات، راه كبعض الاحيان كنكونوا شادين اذاعه وطنيه وكنسمعوا بان فلانه بنت فلان كتطلق فلانها الزوج ديالها فلان الاسم ديالو، بطبيعه الحال خاصها تكون جميع يعني المعلومات كافيه، الرسميه، الكنيه، رقم بطاقه التعريف الوطنيه، المسائل ديالو كل شيء خاص يكون في هذاك الاعلان لثلاث مرات، وكيجي من بعد الجواب ديال الاذاعه وكاين راه تم النشر تم الاعلان واحترام جميع المعايير الموضوعه القانونيه تماما. اييه اذا هنايا بالنسبه لينا يعني كمدعيه كزوجه بغات دير هذه المسطره استوفات جميع المساطر القانونيه المطلوبه، حق لها انها تاخذ تديرها، كيدخل الملف المداوله تشوف المحكمه بان المساطر كلها احترمت، هنا المحكمة كتحكم لها بالتطليق للغيبة. للغيبة، واخا راجعين أستاذة إلى محبيب الله، نبيلة بن وحود، واحد الشخص اللي كيجي بالليل ونهار تيهز راسو تيزيد وتيخلي أسرة وراه. تيهدم كل شيء وراه ربما من الناحية النفسية، ربما كيخلق كثير من العقاب. شوف هو المشكل هنا زينب، علاش مشى؟ هو أكيد كتكون عنده أون بون غيزون باش يمشي، يعني ما يمكنش شي واحد لا أنا لا أنت لا الأستاذة إلهام نقدروا نفيقوا ونهزوا حوايجنا ونمشيو إلا كان وصل يا إما الحالة النفسية جد متدهورة ما بقاش قادر يستحمل، ولكن في نفس الوقت ما عندوش الشجاعة أنه يواجه هذيك السيتيوشن من طبيعة الحال، أو لا كيكون عنده شي مشكل اللي كبر منه بزاف، يعني مشكل إما يقدر يكون الفلوس، يقدر يكون المسؤوليات، يقدر يكون ما باقيش هذيك الحالة قادر يعيش فيها، داك الشيء علاش كيمشيو؟ لأن هذه المسألة هذه بالضبط ديال الانسان كيطج كي فوالا كيغبر، يعني تاكدوا ما يمكنش تكون شي حاجه عاديه، كاين سبب قوي وراءه. اكيد استاذه الهام حبيب الله، تكلمت على كثير من المساطر باش نثبتوا بحال كنبقاو نعطيو فرصه لهذا الزوج باش نلقاوه. كثير من المساطر كتاخذ وقت التطليق للغيبه، هذا هو المشكل اللي كاين في التطليق للغيبه، هو التطليق للغيبه الا شفتي راه المسطره يعني ماشي واضحه واضحه، ولكن الاشكال فين تيكون في الوقت، علاش؟ لان لاحظتي حنا دائما تنعطيو فرصه لهذاك الزوج فاش يبان، ف من مسطره لمسطره كتاخذ الوقت ديالها، لان خاصه في مسطره القيم هنا فين كيتم البحث ديالو عن طريق الشرطه القضائيه او عن طريق الدراك، هنا فين تياخذ الوقت، اما الشيء الاخر فكيتم عادي، يعني تبليغ عادي، العنوان ديالو مضبوط، هنا فين خاص ضروري ما يكون البحث يعني يكون مزيان باش يستوفي الشروط ديالو، باش يستوفي الشروط ديالو، لان كيف ما قلنا هاد الطلاق راه ما يمكنش هاد السيد الا بان ما يمكنش يرجع فيه، ما يمكنش صافي وقع تطليق للغيبه، ما عنده ما يرجع. واخا استاذ الهام حبيب الله، تنعرفوا باللي على ملي تكونوا حالات الوليدات ولي الامر الشرعي ربما ولا تيتور ليغال هو الاب، هو الاب، ما عندناش الاب، الاب شكون اللي غادي يتولى امر هاد الوليدات قانونيا؟ هنا غادي نرجع لك في هذاك التطليق النوع الاول اللي قلنا على ان الزوج يكون معروف العنوان والزوجه حيت غايب عليه وكتمشي دير المسطره ديال التطليق للغيبه، علاش؟ حيت هاد السيد ما كاينش، حنا كنعرفوا بان سواء ساري العلاقه الزوجيه ساريه او لا كاين طلاق، لو تيتور ليغال النائب الشرعي ديال هاد الوليدات هادو راه هو الاب، فهنا الزوجه كتكون عندها مشكل، لان في ما بغات دير شي اجراء باسبور مدرسه هذا خاصها الاب يكون موجود، اذا هنا كدير هذه المسطره علاش؟ بعد الحصول على الحكم ديال التطليق للغيبه
هي عندها حق دير واحد المسطره يا اما بالموازاه ويا اما بعد صدور الحكم بتطليق الغيبه كدير مسطره الحصول على الولايه الشرعيه باش كتكون هي النائب الشرعي ديال وليداتها. واخا غاديا الا كان ممكن لان ما بقاش كاين واحد النوع ثالث اخر اللي ما هضرناش عليه ديال التطليق للغيبه هو بالنسبه لزوجه المسجون. بالنسبه للمراه اللي تيكون لا قدر الله الزوج ديالها مسجون فإلا كان مسجون 3 سنين وما اكثر فهي ملي كدوز العام الاول من السجن ديالو عندها الحق انها دير هذا التطليق للغيبه باش تكون عندها كذلك هذا الحق ديال الولايه الشرعيه. في كلمتين لانني خاصني نختم. كاين الحقوق لهاد الزوجه اللي تمام انا داكشي اللي كنت غنقول لك دابا غنقول لك كان ممكن لان الوقت سالا. بالنسبه للمستحقات ديال الزوجه وديال الوليدات الا كانوا حنا كنعرفوا بان هاد الزوجه خاصها النفقه ديالها خاصها مؤخر صدق ديالها الا كان عندها حقوق ديالها الوليدات كذلك. فهنا واخا كنديروا مسطره التطليق للغيبه وهاد الزوج ما كاينش الزوجه هي عندها الحق انها تطالب بجميع المستحقات ديالها. غتقول لي وعلى من غتنفذ هو غايب؟ اذا حنا غناخذوا الطلاق ديالنا على اساس انه تطليق للغيبة مع الحكم بالمستحقات ملي كيبان هاد الزوج واحد النهار ياتي لابان ما بقيناش كنناقشوا الشق ديال الطلاق ولكن غنوليو نناقشوا الشق ديال المستحقات باش تنفذ عليه يوما ما الى ظهر. شكرا لك استاذة إلهام حبيب الله. مشاهدينا ما نطولوش عليكم هذه المره غادي نمشيو نتعرفوا على شهوتنا اليوم. تهزنا فقره من يد شيف للمطبخ المشرقي ونتعلموا جميع كيفاش ممكن نحضروا فلافل وفقره من يد شيف. مرحبا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد الشهيوه شرقيه وبالضبط فلافل. بزاف الناس كيبغيو الفلافل كيبغيو يطيبوهم ولكن لا بلوبار ما كيصدقوش ليهم. اليوم ان شاء الله غادي نجيب لكم الوصفه ان شاء الله ناجحه 100%. وغادي نحتاجوا الحمص مرقد ليله وحده، ثومه، القزبر ومعدنوس، بصله مقطعه على 4، النشا، الخميره ديال الحلوى، الملحه، البزار، التحميره. وباش نوجدوا لاصوص ديالنا غتكون واحد لاصوص مرافقه، غنحتاجوا البيض الحامض، الملحه والبزار، وشويه ديال الثومه والربيع والكورنيشون. ودابا ندوزوا للتحضير. اول حاجه نجيبوا لاشوار ديالنا نرميو فوق منها نحمص. حاولوا ما ترميوش الحمص كامل غير بشويه بشويه، شويه الربيع والبصله، جوج تومات، ونطحنو بشوية بشوية مرة مرة نطلعو عليها نقلبوها حيت ما خصهاش تطحن بزاف. غادي نضيفو شوية ديال الماء باش فلافل يتجمعو لينا. فوالا دابا طحناهم مزيان باش نوريكم لا تيكستور ديال الفلافل كيفاش كتكون. كيف ما كتشوفوا لا تيكستور ديالها كتكون بحال هكا، كتكون الحبه ماشي كبيره ماشي صغيره، يعني منين نكون نجمعها تجمع ليا. من بعد نضيفوا عليه شويه الملحه، التحميره، الابزار، الكمون، قزبر حبوب، شويه شويه ديال الخميره ديال الحلوى، وجوج معالق ديال النشا. كنديروا النشا وكنديروا الخميره ديال الحلوى باش تجينا مقرمشه من برا ما تكونش مزيته من الداخل. ودابا نحركوا كل شيء. من بعد ما حركناها كامله غنخليوها ترتاح في الثلاجه لمده نص ساعه على ما يجمع الخليط. وباش نوجدوا لاصوص المرافقه الفلافل اول حاجه غادي نطرطقوا جوج بيضات بريض ديال الثومه وغادي نضربوهم مزيان بالبلندر. بسم الله وغادي نضيف عليهم الزيت بشويه بشويه بحال اللي غنطلعوا لاصوص مايونيز. غنبقاو نكبوا في الزيت حتى تختار لاصوص. ونزيدوا عليه شويه الربيع
ونص حامضة منقية. نأسيزونيو بالملحة والبزار. الله لا مزيان. دونك فوالا لاصوص وجدات. غادي نحطوها في هذا الصوصي. وغادي نحكو عليها كورنيشون. نخلطو مزيان. ولاصوص ديالنا واجدة. من دابا شوية ندوزو نقليو الفلافل ديالنا. دونك لي طرق بالاخرى كنشدو الفلافل كادي نجمعوهم بهاد الطريقة. كنحطوها زيت سخونه بسم الله. تاهي تاهي بسم الله. ونخليوها تقلى. من دابا شويه نشوفوا الشكل النهائي للطبق ديالنا. كيف ما كتشوفوا اعزائي المشاهدين هالفلافل ديالنا واجدين، كيكونوا مقرمشين من برا وما مزيتيش من الداخل، والصلصه المرافقه كتكون تاهي رائعه. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم، والى حلقه مقبله ان شاء الله. شكرا لك بدر غازي على مقترحك لنا اليوم. هذه المره نمشيو مشاهدينا ونتكلموا على راحتنا النفسيه. في كثير من الاحيان كيكون سبب مشاكلنا في الحياه هما التصرفات اللي كنقوموا بهم حنا، او المشاكل اللي عندنا حنا مع ريوسنا. اليوم غادي نتكلموا على ما يعرف بجلد الذات. اشنو هو؟ شنو الفرق بينه وبين تأنيب الضمير العادي؟ ومتى يصبح هذا المشكل مرضي؟ ومجموعه من الاسئله جاوبنا عليها الاستاذه نبيله بن وحده، الاستاذه في التواصل والمدربه المعتمده في التنميه الذاتيه وفقره راحه البال. نبيلة بن وحود، حقيقة هي وأنك يكون كثير من المشاكل في الحياة سببهم حنا. بيسيغ. حنا في الدرجة حنا اللي دايرينها لراسنا. نعم بسبب أدبنا. باش نتكلموا على شعور بالذنب وجلد الذات. شنو الفرق بينه وبين ما يعرف بتأنيب الضمير العادي؟ نقدروا ناخذوه كواحد الحاجة عادية ولا كصفة عادية حنا فينا البشر؟ هي في الحاله العاديه اي واحد فينا كيقدر يقوم بشي حاجه اللي ما كتكونش عجباته بزاف، كيحاول يوقف مع نفسه كيقول انا ما هذه ما درتهاش مزيان، ما صدقات لياش، خطات فيها، شنو درت، علاش، كيحاول يفهم علاش سانا با مارشي باش يلقى طريقه للتطوير. يعني مثلا كدوز واحد الامتحان مثلا ما كتجيبش فيه نقطه مزيانه، كتقول علاش ما جبتش فيه نقطه مزيانه، ما عجبنيش الحال، اشنو ممكن ندير المره الجايه باش نجيب نقطه احسن. دونك هذه هي الحاله العاديه اللي كيعيشها اي واحد فينا، لانه بيان سور بغى يحقق الاهداف ديالو ويكون احسن ويصلح اخطائه بطبيعه الحال. الوغ مينتونون جلد الذات او تأنيب الضمير المرضي اكزاكتومون، هذا هو واحد استراتيجيه كيدخل فيها الانسان مع نفسه اللي كيبدا دائما كيوبخ راسو. يعني ايماجين انك كتبهدلي راسك كل مره، كون ما مشيتش، كون ما درتش، كون ما خدمتش هاد البلاصه، واش هكا كتقولي انا ماشي هو هذاك، انا جو سوي نول، انا ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، انا ما عمرني غادي نقدر نوصل لهذاك الهدف ديالي. يعني دائما اي حاجه دارها الانسان كيهبط على راسه بحال كيهبط بشي عصا كيبدا كيضرب راسه. تصوري بان يعني احنا دائما كنقولوا الانسان كيتعامل بالحسنه مع الناس اللي دايرين به، الوغ ما فما بالك بالنفس ديالنا حنايا. دونك الا كان الانسان هو راسه مع راسه كيتكرفس على راسه، يعني كيبدا كيأنب في ضميره بطريقه مستمره الوغ لدرجه انها كتقدر تاخذ نهار كامل. يعني مثلا مثلا حنا دايرين البرنامج غندخلوا مثلا نشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي نقدروا نلقاو شي واحد دار شي كومونتير، من طبيعه الحال الناس من حقهم يديروا كومونتير. هذا الشيء ممكن يخليني لا انا لا انت لا استاذه الهام اننا نقولوا بوتيتر هذه ما عجبات شي حد، نقدروا الا قدرنا نطوروها ما كاين من الاحسن. ولكن امتى كيولي مشكل؟ ملي كنقرا كومونتير وكنبقى مريضه نهار يومين ثلاث ايام والكومونتات كتاثر وانا كنبدا كنلوم راسي على شي حاجه اللي انا ما عنديش علاقه بها، لان هي فكره ديال انسان لا علاقه لي به، ممكن ما كنعرفوش، ما عرفتش هو حكم على هذاك الشيء اللي شاف، ربما ما هو حكم عليه الهدف عنده هو في نفسه، يعني هو اللي عنده شي حاجه كيعبر عليها في نفسه، يعني ما عندهاش علاقه فورسيمون ومن حقه ما يكونش عجبوش بيان سور. ولكن الا كانت انا اثرت عليا 24 ساعه
ما نحسش في الليل وفقت لا غد لي ماشي هذيك يعني هنا راه عندي مشكل راني كنقوم بعمليه الجلد دات كنجلد عرفتي ايماجين بحال هي تتشدي شي حاجه وكتضربي في ظهرك لوطو فلاجيلاسيون شي حاجه اللي خطيره جدا خطيره جدا فاش نتكلموا عليها من الجانب النفسي مرهقه متعبه وكتسبب كثير من المشاكل على الحياه لينا في الحياه اليوميه ديالنا مازال نتكلموا على التاثير ولكن شخص كيجلد ذاته يوميا امر متعب بالنسبه ليه ولكن ماشي جا ولا هكا كاين شي حاجه سبب خلاته يوصل لهاد الحاله اللي هي فيه طبيعة الحال وربما نسمح لنفسي نقول ربما الطفوله ديالو سبب من بين الاسباب الاساسيه الطفوله زين افكتيفمون عندك الحق لان ملي كيكون الانسان هو صغير كيتقب اون فيت كنعطيوه بزاف ديال الانتقادات وما كنشجعوهش هنا نقدروا نبيله بن حود نتكلموا على جمله ربما كيعاودوها كثير من الاباء انت يا ما درتيش هادي شوف ولد خالتك فلان شوفي بنت خالتك هادي انت يا ما عمرك غادي تنجح انت ما عمرك غادي تطفر انت ما عمرك غادي دير انت كذا انت فاشل انت كذا هاد الجمل اللي كيتعاودوا وكيصحاب البعض الاباء راه غا طريقه ديال التربيه عاديه ما عندها ما دير هاد الطفل راه هي اللي ممكن توصلونا جلدات هاد الجمل كلهم كيقدروا الا طاحوا في واحد الوقيته راه هاد الجمل راه ممكن يسمعوا بعض الاطفال وما كيطروش فيهم كيطروا فيهم حوايج وحدين اخرين اغني شوف كاينه الى واحد الحاجه زوينه بزاف سميتها لا ريزيليونس لان الطفل كيقدر يوصل لواحد المرحله كيربي واحد لا ريزيليونس باش يقدر يعيش السعاده هو عايش في شي حاجه ماشي هذيك اييه ولكن هاد الجمل هما علاش خطيرين خطيرين فاش شفتو فواحد الحاله لهذاك الطفل اصلا عنده صوره سيئه على نفسه يعني ملي كتكون الصوره سيئه وكتزيد انا كنقول لك مثلا جبتي 20 على 20 كنقول لك ولكن ديك 20 ما عندها حتى شي معنى لان ما درتي حتى شي مجهود يعني تيولي داك الانسان تيبخس حتى داك الشيء اللي كيوصل ليه داك الشيء اللي كيتحقق طموحاتك واحلامك وانجازاتك ايفيكتيفمون كيولي كنطلبوا منه انه يكون بارفي وهو راه ما يمكنليش يكون دونك كيبدا دائما كيبدا كيتسلخ في راسه دونك دائما هذوك الجمل اللي كيتسمعوا في الطفوله كنزيدوا عليهم الشخصيات المهزوزه يعني نوعا ما اللي باقي ما حققتش هذيك الثقه في النفس المبنيه على واحد التوازن كيوليو هذوك الشخصيات اي حاجه وقعت تيولي هو حساس جدا اي حاجه يعني مجرد كلمه هذه بعيدا على الطفوله شخص كبير شخصيته مهزوزه ممكن. غادي تاثر وبدا يجلد في ذاته في العلاقه الزوجيه كنعيشوا حالات كثيره من مع شريك حياه احد الزوجين كيجلد توكسيك الا كان شخصيه سامه ممكن دائما هو كيبدا شوف ولكن نرجسي كتجي من التكرار اكزاكتومون هذاك لو بيرفير نارسيسيك مثلا كتجي من التكرار كيعاودها كل نهار كتولي كتصدق هي بصح راه انا ما يمكنليش نكون زوجه صالحه انا راه ما كنعرفش نربي ولادي انا ما كنعرفش نكون زوج لا انا او لا بيان سور زوجته هو بطبيعه الحال حيت لو بيرفير نارسيسيك ممكن يكون امراه او رجل وممكن يكون اب او ام يعني راه حتى داك الطفل اللي كيعاني راه كيكون عنده احد الابوين بيرفير نارسيسيك كيكون دائما هو كيجلدو باستمرار شنو كيوقع ملي كيكبر الانسان لان تيكون مهزوز او لا تيكون كيف قلنا توقع اون فيت تلقى واحد الصدمه عاطفيه شديده بزاف في لاج ادولت كيولي هو كيبدا تيقوم بديك العمليه هنا شنو كيوقع يعني واحد القصه صافي كتدخلي في دوامه كتقدر تمشي لهذا تيقول الاحباطات مستمره باغ لا سويت كيولي عندنا اون ديبرسيون كيولي الانسان تيلقى راسو بانه ولا شيء وما كيستحقش الحياه هو كيتمشي بزاف ممكن يوصل للانتحار ممكن توصل انا نفكر في انتحار فاش نتكلموا على اوكي طفل جايه من الطفوله ديالو ولا تردد له كلام فهمناه اكثر مرحله في الحياه ممكن يظهر فيها مشكل جلد الذات كمشكل مرضي عند الاشخاص واش في المراهقه واش في الشباب ممكن يكون عند الاطفال زين ممكن الطفل يكون كيبدل الطفل بعد مرات كنسمع تيقول لك جو سوي نول مالي انا مكلخ عرفتي باش كيقول لك وليد ولا بنيه صغيره انا مكلخ ولا مكلخه صافي ديك راه سمعها شوف شحال من مره سمعها ممكن تكون في القسم ممكن تكون من عند شي حد اللي كيقابل هذاك الوليدات ممكن يكون من الاهل من العائله اكزاكتومون شي حد في العائله كيسمعو كيقولها لي كيقولها مثلا هز هذا الكاس طيحو كيقول لي انت يا مكلخ ما كتفهمش كتعاود لي هذه الجمله 100 مره شنو كيدير هو كيقول لك بان انت عندك الحق دونك انا غندير كل شيء باش نقدر ناكد لك هذيك الصوره اللي بغيتي تسمعي دونك بيسكو انت كتقول انني انا ماشي ذكي وانا مكلخ دونك انا غندير كل شيء باش نولي ذكي وان فيت ماشي ذكي ومكلخ باش انت تكون فخور بيا وتقبلني اكزاكتومون تقبلني استاذ ايلام حبيب الله الام ربما هنا ممكن عرفتي والله الا كنت غادي نوثق فيه فاش كنهضر على الحالات ديال الجلد ديال الذات أم قطعت لك هضرتي لا ماشي مشكل تفضلي فاش كانت كتهضر على الجلد الذات عرفتي انا تخيلتها وطرات لي انا زعما شخصيا فاش مثلا شي واحد في الوداد كيكون مريض شي مرض
وكتقولي انتيا لربما انتي السبب فيه، اشنو كدرتي، اشنو وشنو كلتي، اشنو عطيتي، خاصه ملي تكون شي مرض اللي ماشي مثلا غتعطيه واحد باراسيتامول وغادي يصح تكون مرض مزمن، شي مرض مزمن ولا شي حاجه، وكتقولي يا ذاك الكوشوز انا درت شي حاجه ما يمكنش. ولكن هذا الشيء مثلا كيستمر شحال ديال الوقت؟ اوغوزمون ما استمرش بزاف، دونك الا ما استمرش بزاف راه نورمال، ولكن راه عرفتي راه عذاب مرهق كيف ما قلتي، ما تتنعسيش ليل ونهار تبكي، هذاك كتقولي انتي درتي شي حاجه، انتي كنتي السبب في شي حاجه، ومن بعد حتى كتكتشفي بانك انتي راكي ماشي هذاك قضاء الله وقدر ان وليداتنا هي نورمال، راه كنقدروا ندوزوا من هذه المرحله زينب، ولكن اون فوا كنخرجوا راسنا منها لان بيان سور كنرجعوا كنحميوا نفوسنا وكنرجعوا شوف شويه ديال تنامنوا بشي حويجات كيخليونا اننا قوه الايمان مهمه جدا باش تصنع منا نفسك في مواجهه صعوبات الحياه. الام مثلا دائما تتقول اشنو درت فاش خطات، ولكن شتي راه ملي كتقولي فاش خطات راه مزيان، لان راه حنا خاصنا مره نراجعوا نفوسنا مع نفسنا باش نعرف فاش خطات باش نطور راسي، ماشي فاش خطات ونجلس للارض ونسد عليه ونجلس كنبكي، هذه ما درت فيها والو. واخا نبيله بن وحود فاش نتكلموا على جلد الذات كاين تاثير الشخص على نفسه بيان سور، وكان عنده تاثير ايضا على المحيط. على المحيط الوغ دابا التاثير على الذات شنو كيوقع؟ كيوقع ان ايماجين بحال كتشدي دماغك، ايماجين دماغك حاطاه قدامك وتقولي شتي نتايا انا عطيتك لوغ باش كل ساعه شتيني درت شي حاجه تهبط عليا، دماغك مبروغرامي عليها، كتولي عندي واحد لابتيت فوا. حنا دابا كنا ملي كنكونوا كنديروا شي حاجه كتجينا واحد لابتيت فوا في ودنينا، ماشي حمقين راه ديك الصوت ديالنا الداخلي كيعاود لينا شي حاجه، المهم كل الصوت ديالو كاين اللي صوت مزيان واقيلا كاين اللي صوت جونتي كيطبطب عليك كاين الصوت ما كاينش ما جونتيش، لا هذا الصوت ديك الخشين هو اللي كيبدا كيقول لك اش درتي، اش هاد الفضيحه درتي، اش هاد الروينه درتي، المهم هذاك الصوت كيولي كيتضخم يتضخم كياخذ مساحه كبيره جدا، وكتولي انتيا في اليوم ديالك اوليو باش تعيشي الحياه كتولي انتيا بحال سجينه هذه ديال هذاك الصوت اللي كيتحكم فيك. شنو هو ذاك الصوت؟ هذاك الصوت هي ديك البرمجه اللي قمنا بها اكزاكتومون، ديك البرمجه اللي داروها الاباء او المهم اي شخص في لونتوراج ديال الطفل ملي كان صغير، وهو راسو البرمجه اللي برمج راسو باش يبقى هو كيعطي لراسو هذيك انتقادات تنتقد. ولكن شنو هو الهدف؟ الهدف هي ان الباز راه الهدف راه نبيل، لانه باغي الناس يبغيوه ويتقبلوه، بغى غير يحمي نفسه، والهدف انه هادشي نبع كله من الخوف انني نخطا في شي حاجه وما نكونش على قد المسؤوليه ايتو. مانتونو شنو هو يعني الامباكت على المجتمع المحيط بنا؟ انك كتولي واحد الشخصيه غير محتمله على الاطلاق، لانك ملي كتجلسي في شي بلاصه او مع شي حد وانت كتنتقد في راسك، يعني كتولي الا تنتقدتي راسك وما كتبغيش راسك واش تظن بان الناس كيبغيوك؟ يعني اوتوماتيكمون داك الهدف اللي بغيتي راه كيتحقق في البلاصه، يعني ديك الساعه كترفض كتولي بعيد منه لانه فيه نقير، فيه نقير وفيه انتقاد. ربما هنا تكون ممكن تكون من بين الحلول هو ان تعطي راسك فرصه عن طريق مرافقه اخصائيين نفسيين او مدربين معتمدين، ولكن تعطي راسك فرصه باش ترجع حبك لا مشروط لنفسك. هذه ربما تقدر تكون من اولى خطوات الحول ايجاد حلول الجلد الذات. اول حاجه بصح هي اننا نغيروا الصوره اللي عندنا لذاتنا، باش نغير الصوره كيخصني نبغي راسي، وخاصني نزيد واحد الحاجه مهمه جدا فضلي. هي ان كيخصني نكون سوليدير بحال كنوقف مع راسي، حنا كنضامن مع راسنا كنضامنوا مع راسنا كنضامن مع راسي تنقول تري بيان انا غلطت تحذر راسك شويه او فات هنا جوج الحوايج استاذ الهام، الا كنت كنحذر راسي بزاف سي با بيان، ولكن تضامن مع راسي اه انا غلطت بصح انا مثلا هذه كنخطا فيها دائما، اه شنو هو المشكل عندي فين كاين الخلل، نمشي نقلب على الخلل، الا لقيت الخلل واش نقدر نديباسيه لراسي، الا قدرت نزيد ما قدرتش نشوف واش شي حد يقدر يعاوني، مي قدرت شي حد يعاوني نقتنع بان انا عندي حدود في هذيك المساله، عندي واحد لي ليميت، يعني صافي ما نقدرش على هذيك القضيه كنشوف حاجه واحده اخرى اللي نقدر نديرها. دونك بحال قلت لك انا بغيت نمشي ندير الماراثون وانا ما كنقدرش نجري 3 كيلومتر، لا خصني نجري الماراثون، شنو كنولي؟ كنولي انا واحد الانسان متسلط على نفسي، كنمرض راسي خطوات التغيير والنجاح دائما الاخصائيين كثر تاكدوا عليها، وان عندك هدف كبير خطوه صغيره، بدا بخطوه، قسموا الخطوات صغيره exactly. وفرح براسك واحتفل براسك تماما تماما خطوه لا هي
هادشي تيوقع في البرامج التلفزيونيه هادشي تلمو كانت اون بوغتا وزينه بصح ماشي مشكل زنيان يعني محافظه الدرس لا تبارك الله عليك نقسموا اهدافنا خطوات هذيك خطوه مضمونه وحاجه واحده اخرى انني خاصني دائما ندير مع راسي امباكت يعني حنايا دائما كنقولوا في الليل قبل ما نعسوا نحاول نتفكر شنو هما ثلاثه الاشياء الايجابيه اللي قمت بها ناخذ غير شي حاجه تبسط الا تفكرت هذوك الاشياء اللي قمت بهم كنحاول ايفيكتيفمون في الليل نعطي لراسي واحد الشحنه ايجابيه حتى في الليل باش نبدا نهار جديد يعني اكزاكتومون لان الا تنتفكر دائما اي حاجه سلبيه درتها راه ما يمكنليش نطور ما عمر شي واحد طور ذاته وهو كيبدا كيضرب راسو يعني انا ما قدرتش نقول واخا داكور تري بيان كيفاش غادي نقدر يعني بحال كنحاول كنعاون راسي ديك لا بيانفيونس مهمه جدا نهتم بنفسي بحال شوف بحال طفل صغير الا دار شي حاجه ما نجحش فيها تنقول ليه برافو المره الجايه غديرها يلاه نوض برافو ماشي الماشي كي كيتعلموا ولكن ايماجين اكزاكتومون شوف راه حنا اكثر من 100 مره وقفنا عاد مشينا وهادي من بين الحاجات اللي كتعاوننا اننا نحلوا مشاكلنا تفكر شحال من مره طحتي في الحياه الوغ كو دابا الا طحتي وقلتي في بلاصتك وانت جالس كتنقر على راسك اش غدير غتقعدش في بلاصتك غتبقى مربعه تبكي وتتشكي شكرا لك نبيله بن وحود ما تخليو حتى شي واحد يطيح من قيمتكم ولا يطيح من ثقتكم في نفوسكم حبكم لذاتكم ممكن يخليكم تخطاو بزاف ديال المشاكل في الحياه رخفوا على نفوسكم شويه رحموا ريوسكم شويه لان هذه هي الحياه غادي نطيحوا غادي نوضوا فيها النجاح وفيها الفشل ولكن حنا بكل شيء هذا الشيء راه كل واحد فينا مميز عن الاخر ما تخليو حتى شي واحد انه يدفع بكم ولا يخلق منكم شخص كيجلد ذاته يوميا شكرا لانكم تابعينا على القناه الاولى وحلقه اليوم من برنامج اسرتي هذه المره غادي نمشيو ونتعلموا مجموعه من النصائح المهمه تتعلق بالموضه حنا كسيدات في حياتنا اليوميه كثير من الاحيان تتحلي البلاكار تقولي ما عندي ما نلبس ما لقيت ما نلبس ايوا اليوم فرصه مشاهدينا باش نتكلموا مع جميع السيدات ونعرفوا شنو هما الضروريات ولا الاساسيات اللي خصهم يكونوا عندنا كسيدات في البلاكار ولا الدريسينغ ديالنا متعلقين بالعمل ضيفتنا باش جاوبنا على جميع اسئلتنا زينب خضراجي خبيره الاتيكيت وفن العيش خليكم معنا فقره موضه زينب خضراجي مرحبا بك صباح الخير مرحبا صباح اخبارك كل شيء مزيان الحمد لله الحمد لله برافقتك كل مره تتعلموا اشياء جديده كيفاش ممكن ما نبقاوش نقولوا ديك الجمله ديال ما عندي ما نلبس اساسيه جمله شهيره خدمه جمله شهيره ما عندي ما نلبس الوغ الاساسيات اليوم تنتكلموا على الضروريات اللي خص يكونوا عند كل سيده متعلقين بالعمل ديالها نبداو بالسراول باش ما بغيتي نبداو السراول الوغ ديجا الملابس ديال الخدمه حنا دائما خصنا نعرفوا واحد الحاجه راه تيقول لك لباسك يرفعك قبل جلوسك وكلامك يرفعك بعد جلوسك يعني ما نمشيش للخدمه ونقول انا صافي راه جو سوي تري كومبيتون كنعرف نخدم ومزيان يعني ما كيهمنيش المظهر ديالي كيهمني انا لي كومبيتونس ديالي راه حتى المظهر تاع الانسان من اللي كتعتبر من لي كومبيتونس ديالو ودابا نشوفوا السراول الوغ هنايا الا شي لاحظتي معايا زينب انا حطيت هاد السراول هادو فيهم مختلفين في الالوان الا شفتي هذا سي ان غري فونسي عندنا ان غري كلير عندنا البلو مارين عندنا اوسي لو نوار الا ممكن تورينا في الكاميرا باش نقدروا نشوفوا دونك هذا سي ان غري من بعد ان نوار هنايا نوار ضروري يكون عندنا منو عندنا بلو مارين اي بلو مارين ياك واخا وحبه لو كان حتى وسي ان بيج ان بيج هادو من الاساسيات اللي خصهم يكونوا في لي بونطالون عند السيدات اييه علاش الا عندنا هاد الاساسيات هادو شنو كيوقع يعني كنقدروا كيولي عندنا لو شوا بزاف في اللباس اون فوا كيكون عندك هاد لي كاتر كولور كتقدر تلبسي مع بزاف الحوايج مع لي شوميز مع لي بونط مع لي بول مع لي فيس كيتناسقوا بزاف مع بزاف الحوايج ولكن بالحديث على لي بونطالون والقصه ديالهم كاينه قصه من لي ماست هاف هي اللي غنشوفوا يعني ما يكونش جين لو بونطالون الاستيك ولا يكون هكا دغوا بزاف من التاح من الاحسن يكون واحد لو بونطالون اللي هو كيكون واحد ان بونطالون رسمي يعني الا شفنا بحال هاد القطعه هذه او هذا لا كوب هادي شفتي يعني كيكون السراويل ديال الثوب كيكون نقدروا نزيدوا عليه بحال هكا دي موتيف هذا نقدروا نرسم عليه دي باسكيت وشي حاجه يعطينا ان لوك سبور شيك نقدروا اي اون ميم طون هو في الخدمه كيبان كلاسيك عادي ما نبقاوش داكشي الاستيك داكشي فيه لي بوش من هنايا دوك اللي كيكونوا لاصقين بزاف فكنحاولوا ان بونطالون يكون ريغولير نورمال اللي يجي مع كل شيء واخا دونك هادشي علاش شفنا لا كوب وشفنا لي كولور اللي خصهم يكونوا عندنا في لي بونطالون تخي بيان شنو خاص يكون عندنا في الالوان وفي القصات ديال مثلا لي تريكو
الوغ لي بول نحاولوا ما نديروش ما نمشيوش للخدمه بدوك لي بول تاع الصوفا كبار بزاف غلاد فحال هكذا اولا دوك لي بول اللي فيهم صداع في كنبقى نحاولوا ديما لو لوك ديالنا يبقى بسيطه مثلا بحال دابا ان كول مونتي كوم سا بحال هكذا سامبل هذا سي ان بول اللي نقدر نمشي به للخدمه نقدر نلبس من فوق اون فيست وحده اخرى الا كان البرد نقدر نبقى غير هكذا بوحدو وعندنا دي بول بحال هذا لو ستيل هذا هذه من بالالوان اللي خصها تكون عند كل سيده ولا كاين الوان بشره ما كيتناسبش ايوا اكزاكت لا لا سي دي كولور نوتر ومن الاحسن اننا في الخدمه نحاولوا نتفاداو كاع دوك الالوان اللي كيكونوا ماشي نتفاداو الالوان فاتحين بزاف كثيروا الانتباه ما تفهمش غلط نبقى فيغ لو بيج لو نوار لو بلون كاسي لو بلو مارين لو بوردو لو فيغ فونسي يعني ماشي دوك الالوان اللي تنقولوا جيرليش ديال لي الفتيات البيض علاش ما تنزعموش عليه حنا بزاف ديال السيدات ما كنزعموش عليه غير كنعرفوا انه حنا كتكون الغبره بزاف كتقدري دوزي شي واحد يرشك مثلا الا كانت الشتاء ماشي ما كنزعموش عليه لا بالعكس البيض هو لون شريف لون زوين كيعطيك الصفاء النقاء كيعطيك لا بيورتي سي مانيفيك هاد لا كولور غير هي فاش كتلبسيها بحال نعطيك مثال الا كلبست ان بونطالون بلون ولا لبست ان بول بيض وعندي شي اجتماع ولا غادي للخدمه النهار كامل وضروري كتلقاي عندي جايب معايا سروال اخر في حاله الى طبع ولا طرا شي حاجه الى طبع الى شفتك شي حاد الى حيت البيض صعيب صعيب دغيا تقدري تكي على شي حاجه تكون فيها الغبره ما تقدريش تعرفي اكيد اكيد نقدروا نسهاو من بين الالوان الاسود دائما خصو يكون عندنا اسود بلو مارين المهم دوك لي كولور اللي كيبقاو هادئه وحتى الا اختارينا اون كولور مثلا مشينا فيغ لو روج مثلا عندي روج بوردو غنمشي بوردو مشيت فيغ لو فيغ كلير ولا ان فيغ فرونسي غنمشي فيغ لو فيغ فرونسي نلبس لي كولور ماشي ما نلبسوش مي ما نحاولش ندير داك لو لوك اللي هو تيجذب الانتباه بزاف ايوا كنبقى في الخدمه ديالي دائما شويه رسميه واخا ندوزو لي شوميز اييه لي شوميز كتولي عندك واحد القوامج اللي انت حاطاهم علاش حنا كنهضروا على لي ماساف باسكو لي ماساف كيعاونونا وكنتفاداو هذاك كثرت انا نضيعو ما عرفتش الحوايج كنعرف اشنو نوعيه الخدمه ديالي انا فاش كنهضر على لي ماساف ما كنهضرش على جميع الناس اللي خدامين كان كل واحد وعنده نوعيات الخدمه ديالو على حسب لو سيكتور مي هذا كنظن هاد المقترحات ديالك اليوم زين بخد راجي تمشوا مع اغلبيه السيدات هذاك الشيء اللي العمل ديالهم اي تماما دونك بحال دابا لي شوميز ما غنختاروش لي شوميز اوفر سايز اللي خارجين على مود لي شوميز اللي فيهم لي موتيف في الظهر ولي موتيف في اليد لي شوميز اللي فيهم شي زواقه كبيره غادي يمشيو فيغ دي بازيك مثلا اون شوميز علاش اختاريت بلو سيال حيت بلو سيال سي لا كولور اللي كتجي مع كل شيء مع كاع لي سيزون زعما كون جو دي سيزون ماشي لا برينتون ايفر مي لا سيزون ديال لوجيه دونك بلو سيال كتجي مع كلشي وكتجي رسميه كنقدروا نختاروا هذا لو موديل مثلا في البلو سيال كنختاروه في الابيض وسي كتكون عندنا داك الغوز البارد داك الغوز البارد تماما حتى هو دونك هادو كيكونوا عندنا من لي ماست هاف مثلا اون شوميز شفنا هاد لو ستيل لي كلاسيك في الكول نقدروا نمشيو دي ستيل هكذا سون كول تا هما كيجيو زوينين بلو مارين شوف لا كولور كتعاود هاد زوين فوالا هذا بحال دابا نقدر نلبسو مع الكغري نقدر نلبسو مع البيج نقدر نلبسو مع بلو مارين بحالو ونهرس بان كولور في لي شوسور شوفي بحال هاد لي شوميز نوار حتى هما بحال هكذا ها هي ماشي شوميز رسميه ولكن هادي نقدر نخدم بها اكيد لان هنا القصه ديال لو كول ديالها كتخليها كتعطيك شويه شيك اون ميم طون لي با تري ديكولتي بزاف لانه في الخدمه كنحاولوا نتفاداو لو ديكولتي انا كيكون عندك دي ريونيون كاين عندك تعامل مع الناس كنحاولوا دائما نتفاداو القصير ونتفاداو ديكولتي في الخدمه الوغ بحال دابا من السيدات تيلجؤوا نعم كثير من السيدات تيلجؤوا ربما لي شوميز اللي فيهم بزاف ديال الحاجات في العنق ديالهم لا احنا قلناها كنبقاو دائما شوفي كيعطيك انك واحد لوك بروفيسيونيل وكيعطيك حتى انت واحد لا بيرسوناليتي حيت الحوايج راه كيبينوا لا بيرسوناليتي الانسان دونك كيعطوك عندك واحد لا بيرسوناليتي عندك واحد الكاريزم عندك واحد الوجود واحد الحوايج كيعاونوك دونك بحال دابا هاد لا شوميز هادي شوفي هي فيها شويه تاع لي موتيف هادي بحال اللي قلتي تكون عندنا شي مناسبه خاصه مثلا واخا حيت بعض المرات كتلقاي في الخدمه كيديروا دي كوكتيل ولا كيديروا ان افتر وورك هذه تقدر ديري غير دي زاكسيسوار اللي باينين وغتبان خاصه بالمناسبات الخاصه سا نو فو با تير كو راه واخا تيبقى في مجال العمل واخا تكون حفله واخا يكون ايفينمون ما كيمشيش عند لي كوليك ديالي بواحد المظهر اللي بعيد على الخدمه ديالي كنبقى شويه
رسميه او ميم طون كنزيد اون بوتيت توش باش ما تخرجيش من داك لو دومين ولا داك العالم ديال العمل. بحال دابا هذه نقدر نحضر بها ان كوكتيل ان ايفينمون شي حاجه ديال لا سوسيتي نزيد عليها دي بيجو اي او ميم طون غادي بدوها انيقه وزوينه. تماما غادي نمشيو بزاف ديال الوقت نتكلموا على لي فيست ندوزو لي فيست لي فيست لي ماست هاف فيهم لول اون فيست نوار مثلا. انا مستاذه الهام حبيب الله معروفه بيناتنا هي اكثر وحده كتلبس لي فيست. لا ياك دونك دي اون فيست نوار سامبل يقدروا ما يكونوش فيها ضيفات يقدروا تكون عادية جدا. نقدروا مثلا نمشيو لان بلازير وحنا فتنا هضرنا على لي بلازير هذا ان بلازير الخدمه ما فيه لا حتى لي كيسون ما فيهش اللي كنا هضرنا عليه سي ان بلازير تري سامبل طويل بلو مارين يكون عندي حيت هادو كيساعدوك في الخدمه. نقدر نمشي مثلا بحال ان موديل بحال هكذا شوفي هاد لا كولور واخا فيهم دي كولور نقدر نلبس كلشي نوار ونلبس مع هاد هاد الموتيف هذا مثلا اللي كيكونوا دي كارو ولا كيكون شي حاجه بحال هكذا هذا حتى هو كيشبل هاد لو موديل هذا عاوتاني. دونك هادو كيعطوك عمليه رسميه او ميم طون ماشي سي با دي فيست اللي لا هما سبور لا هما ماشي دوك ليليغونس اللي بزاف زياده على اللزوم اللي زياده على اللزوم. مثلا عندي شي ريونيون شي اجتماع هذا ما فيها بس مره مره تكون عندي واحد لا فيست اللي هي شويه شيك هادو عمليين تاع تو لي جو هادي نخليها شي مناسبه عندي شي اجتماع عندي شي عقد عندي شي لقاء عندي شي حاجه شي انترفيو ولا شي حاجه نقدر نلبس مثلا بحال هاد لو موديل اللي شويه زيد فيه زيد فيه شويه. زين خضره جي سؤال دائما تيجي لبالي تفضلي حنا فاش نلبسوا كسيدات اولا كرجال فاش نلبسوا في حياتنا كاين المواد اللي مصنوعه منها اللباس ديالنا كيفاش ننسقوهم مثلا ما بين الصوف ما بين الثوب العادي ما بين الجلد واش نقدروا نخلطهم مع بعضياتهم ولا خطا كيفاش؟ سؤال زوين هذا خصو بزاف ديال الدقه يعني خص الواحد يكون عنده درايه بالعالم الموضه واللبس باش يعرف شنو يخلط. اولا ما كنخلطوش مثلا ثوب رهيف مع تريكو سخون يعني كتجي لا بيرسون بحال غير كما تنقولوا عدات مثلا لابسه سروال سخون تاع القطيفه راه ما يمكنش نلبس معاه شي حاجه من الفوق قميجه خفيفه قميجه خفيفه ولا اون بيتي فيست خفيفه. دونك ديما خصو يكون واحد التناسق واحد التناسق ما بين الحاجات اللي لابس لي ماتيير واخا وكنحاولوا ما كنجمعوش دو ماتيير نوبل مع بعضياتهم باسكو سا في ترو غيكون زياده على اللازم. شكرا لك زينب خضرة مرحبا مرحبا زينب اكيد ملقانا يتجدد في حلقات مقبله. جا الوقت نمشيو لفقرتنا الاخيره في حلقه اليوم. بغي نشكرك استاذه الهام حبيب الله لانك شرفتنا بالحضور ديالك. مشاهدينا فقرتنا الثقافيه اليوم ضيوفنا فيها شباب مغاربه تايمين بويز هما شباب تيشتغلوا في القرع على الطبول فن احد فنون الشارع. نمشيو ونشاهدوا روبورتاج قربنا منهم اكثر رجاء استقبالهم في بلاطو اسرتي. جديدة العروض الشارع كتقدمها هذه الفرقة المتخصصة بالقرع على الطبول مصنوعة من أدوات مستعملة. أعضاءها شباب طلبة كيحيوا الفنون الشعبية وكيقدموها للجمهور في الشارع في أجواء كتدخل البهجة على النفوس. تايمين بويز هي عبارة عن واحد مجموعة من شباب وشابات اللي كيف ما تنقولوا جمعهم الحب ديالهم الفن الباتوكادا أو البيركيسيون من سنة 2010 هما كيف ما نقولوا مدمنين على هذا الفن هذا بغاو يتعلموا ليه بأي طريقة ما كانش الإمكانيات اضطروا أنهم يشوفوا سطولة ديال الصباغة يبتكروا منهم آلة موسيقية ومن بعد منها بقينا تنفرضوا راسنا على الجمعيات على المهرجانات تنقترحوا عليهم كان ما كانش في الواحد الإقبال من بعد كاينين شي ناس اللي آمنوا بالفكرة ديالنا عطاونا فرص باش نبينوا شنو عندنا حاولنا أننا نفرضوا راسنا في الساحة الفنية بقوة تقاتلنا باش شرينا ماتريال الدراري كاملين تيضحيو بالمجموعة باش تزيدوا القدام وكيف ما كتشوفوا المجموعة هي دابا اللي واقفة مورايا راه 10 سنين وهي واقفة مورايا الدراري هنا كاملين تيقراو كاين اللي عنده الخدمة ديالو أما بالنسبة للفن الباتوكا هذا اللي واخدينه كهواية تنخرجوا بحال شي واحد الحاجة زوينة من الداخل ديالنا بهذا الفن هذا باش كنجيو كنقدموا للناس المشاهدين. أسرتي كمال بغوي مؤسس فرقة تايمين بويز أو لولاد الوقت للقرع على الطبول مرحبا بك كمال بغوي. شكرا بزاف تحياتي وشكرا على السلامة. أهلا وسهلا تحياتنا لكم على المجهودات اللي كتقوموا بها أمنتوا بالفن ديالكم أحد فنون الشارع واللي ظهرت في السنوات القليلة الأخيرة. خلينا نتكلموا على وقتاش بدأ هذا الفن في المغرب.
هذا الفن بدا تقريبا من سنه 2010 في المغرب. اها كان هو لي فن برازيلي بالضبط بدي ريو دي جانيرو. أيه. حاولنا اننا ندخلوه للمغرب ونعطيو فيه الماكسيموم ديالنا، ما كانش عندنا امكانيات باش اننا نصاوبوا لي طومبوغ ديالنا. جاتنا اننا فكره نصاوبوا اسطوله ديال الصباغه، نحاولوا نديروا اي حاجه منهم آلات موسيقيه، نصنعوا منهم آلات موسيقيه ديالنا. نجحنا في الفكره بعدا كأولى بدون امكانيات ماديه، حاولنا اننا نديروا ديزاين ستري ديالنا. واخا مع المده بداو كيامنوا بينا ناس، نخدموا في ديزيفينمون ودي فيستيفال، و ميم طو تما بداو الناس كيعيطوا بزاف، بدات تدخل واحد واحد الميزانيه اللي صغيره ديال المال. حاولنا نديروا انكم طوروا ديالكم. واخا خلينا نرجعوا لبداياتكم، كيفاش تجمعتوا مع بعضياتكم؟ قلتي بحسب ما شفتوا الروبورتاج كاين اللي تخدم كاين اللي في الدراسه ديالو، كيفاش تجمعتوا؟ كيفاش اسستوا هذه الفرقه؟ حنا كيفاش تجمعنا؟ حنا ولاد حومه وحده. اييه احنا حاولنا اننا نركزوا على الدراري اللي غيبغيو يزيدوا بشي حاجه ابار القرايه ديالهم، يشوفوا شي فن اللي يعطيو فيه يكون متنفس ديالهم، وميمطو انه يبعدهم على الطريق الخايبه، لانهم كيديروا واحد الفن اللي زوين كيبقاو منعزلين على واحد الحاجه اللي خايبه كاع ما تيشوفوا كيف ما تنقولوا البليه ولا شي حاجه تبقى ديما الشابه والشباب. الفن فرصه انه يبعدهم على اشياء كثيره خايبه كيشوفوها في المجتمع. نبيله بن وحود، الفن طريقه جميله جدا باش نبعدوا وليداتنا كيف ما قال كمال بغوي لما يعرف بالبليه. اكزاكتومون، لان ملي كيكون الشاب عنده شي حاجه ولا شي هوايه كتعجبو راه كيولي كاع التفكير ديالو منصب ليها. امتى كتجي البليه؟ ملي كيكون قلت ما يدار الفراغ. اكزاكتومون الفراغ، وبنادم ما كيامنش براسو كيلقى بان ما كيحققش ذاته في شي حاجه. حنا ملي كتحقق وكيبان لك نتيجه، راه النتيجه الاولى ديجا كتولي كافيه ان تعطيك واحد الشحنه ايجابيه باش تقدر تقدر تزيد القدام. تبع الحال كما قلت لك حنا تجمعنا ولاد حومه وحده، كاينه معايا الاخت ديالي. اها اللي سهل انكم تشتغلوا. تحيه من هذا المنبر اللي حضرنا. سهل الاخت ديالك؟ سهل بزاف، هي اللي كتكلف ليا بالبنات بزاف ديال الحوايج، بحال انا كنتواصل مع الدراري كثر هي كتواصل مع البنات باش تيكونوا، حيت البنات مع بعضياتهم كيكونوا مرتاحين كثر في الهضره. تقدر بنت اخرى في الجروب ما توصلش ليا واحد الفكره، تقدر تجي عند اختي توصلها ليها. اها تكون واحد التواصل احسن. كيفاش كتدربوا؟ كي دايره وتيره التدريبات ديالكم؟ التدريب ديالنا كنكونوا تنسقوا ما بيناتنا، تنشوفوا الوقت اللي مناسب كما كتعرفي ان كل شيء تيقرا كاين اللي خدام. اها تنسقوا واحد الوقت بيناتنا اللي كيكون مناسب للجميع، كنهبطوا كندربوا تحت القنطره اللي غنيه عن التعريف، ديك البلاصه كنرتاحوا فيها بزاف، هي المتنفس ديالنا الواحد فاش نزيدوا اننا نعطيو بزاف الحوايج عندنا الداخل ديالنا كنبغوا نخرجوهم في هذا الستيل. قرعه الطبول كفن وكاحد فنون الشارع، كمال شنو كتبغيو توصلوا من خلاله؟ اختاريتوه قلتي كترينيو تحت القنطره. أيه. كيف ما كنقولوا تقاتلتم على الوقت باش الفن ديالكم يدير بلاصتو، هو كان فن جديد علينا حنا كمغاربه. شنو كتبغيو توصلوا من خلال هذا الفن؟ كنبغيو نوصلوا من خلال هذا الفن ان الشباب المغربي ماشي شباب كسول او شي حاجه، بالعكس بانه شباب طموح تيبغي ديما يسعى على انه تكون حياته افضل، يبرز راسه في المجتمع بواحد الصوره اللي زوينه ابار القرايه ديالو ابار الخدمه، يكون تيدير واحد الفن اللي كيعطي واحد الصوره زوينه للشاب وشباب المغربيات. شنو هي اهم التحديات اللي باقا تتواجهكم؟ بالنسبه للتحديات حنا يوم ايام ديالنا كامله تحديات، و ديما كنطمحوا اننا نكونوا في مراتب كبار، دي فيستيفال كبار، نوليو معروفين خبشيغه مغربيا عالميا. كتشتغلوا في قرعه طبول، واش كتختاروا اغاني معروفه؟ شنو كتختاروا؟ شنو كيفاش كديروا استراتيجيه؟ حيت خاصكم كيف ما كنقولوا تاثروا في الشخص اللي غادي يسمعكم او اللي غادي يتابعكم. واش كتختاروا اغاني معروفه؟ كتختاروا موسيقى معروفه كتلعبوها على الطبول؟ شنو اختياراتكم؟ هما كاينين في الاغاني كنلعبوا على سامبا سالسا هيب هوب. وكنحاولوا اننا ضروري ندخلوا الشعبيه، ندخلوا ثقافات مغربيه. لانه واخا كتكون لاعب ايقاع لاتيني باش كدوز للشعبيه راه صافي كلشي الجمهور راسه تيتقلب، كتولي واحد لومبيونس خياليه. اليوم اشنو غادي ديروا باش ممكن في السنوات المقبله انتم كولاد الوقت باش تطوروا؟ لان شهدنا في السنوات اللي فاتت ظهور عدد من الفرق اللي كتقوم بالقرع على الطبول. ولكن ربما ما كملتش او ما مشاتش بعيد لانه ما كانش تجديد. اليوم انتم التجديد ضرورة، واشنو كديروا باش يكون هذا التجديد ويساهم في انكم تزيدوا وتحققوا نجاحات اكثر؟ التجديد هو بالنسبة للايقاعات والمظهر ديالك، خاصك في كل ايفنت انك تكون بلوك جديد. لان اللوك تيلعب اكثر من الايقاع، الا جينا تنلاحظوا هذه القضية في الخدمة بالحكم الجديد كيجذب انتباه ديال الناس ليكم، كيجذب انتباه وتنواكبوا ديما البوجة، بس سمينا ولاد الوقت بان اي حاجة بانت في ذاك الوقت كندخلوا معاها. اي ستايل بان في العالم خصنا ندخلوا في اللبس أو ضروري في الموسيقى. في الموسيقى طبعا وفي اللبس اكثرية، تنحاولوا نركزوا ديما على اللبس. اليوم نقدروا نقولوا كمال البغوي
ممكن نديروا تكوينات للجيل الجديد او للوليدات الصغار في هذا المجال؟ نعم هي ممكن ان نديروا تكوينات وخدامين فيها من سنوات. من سنوات كنكونوا شباب والحمد لله كونا دراري اللي داروا تما فرق ديالهم. وهذا رساله جميله انك عندك واحد الحاجه كتعرف ديرها وما كتبخلش بها وانك تشاركها مع ناس اخرين وتعلمهم وتما ينطلقوا في المسار ديالهم. داكشي اللي كاين حيت هو الهدف ديالنا من الاول ان الشباب المغربي يمشي بواحد الصوره زوينه ماشي ما عنديش ربح الا انا بوحدي درت الايكيب ديالي وخدمت وتعرفت وبقيت خدام بالعكس كل شيء خدام كل شيء قلب على راسه واي حاجه دازت في هذا السيف هذا بدات انا مزيانه الموفمون ديالنا كامل لان السايل كامل تيتعرف كيتعرف وهذا هو المهم هو الهدف. واخا سؤال اخير مواقع التواصل الاجتماعي كي دايره طريقه اشتغالكم عليها لانها فادت الكثيرين وفي مجالات عديده نتوما اليوم كتركزوا عليها باش تقدروا تعرفوا براسكم اكثر؟ طبعا حاليا هذا الوقت هذا ولا ديال لي ريزو سوسيو الا ما كنتيش معروف في المواقع التواصل الاجتماعي ما درتي والو ان تقدر تكون خدام وما معروفش ما بحال ما درتي والو اما ملي كتكون عندك قناه ديالك في اليوتيوب انستغرام فيسبوك كتشتغلوا على قطاع جديده كتشتغل عليهم كيوليو تيجيوك خدامي كيوليو تيجيوك خدامي بزاف تيولي يهضر معاك لو كليون انا شفناكم في انستغرام شفناكم في ستوري بغيناكم وهذا هو اللي كيعطينا اننا فحال ولينا مرتاحين حتى في الخدمه اكثر. ما تقدرش انك ما تصيفط بزاف لي فيستيفال تيوليو هما يجيو يقلبوا عليك. ايوا حنا كنتمنوا لكم كل التوفيق وتحياتنا للجميع ولاد الوقت اللي معاكم في الفرقه. نبيله بن احمد شكرا لك لانك رفقتني في حلقه اليوم. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم شكرا لانكم تابعتونا وما تنساوش دائما صفحاتنا اللي كتظهر لكم اسفل الشاشه الاشاره ديالكم مرحبا بارائكم ونصائحكم واقتراحاتكم للبرنامج. نتبقاو على خير على الاولى.